يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك ربنا ما أعظمك، أنت القوي المتين، أمرك بين الكاف والنون، تقول للشيء كن فيكون. سبحانك ما أحلمك، نعصاك وتغفر لنا، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ومع ذلك تعفو وتصفح وتمهل ولا تهمل وتملي للظالم حتى إذا أخذته لم تفلت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين وإمام المتقين وقدوة الشاكرين وقدوة الصابرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى صحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا شك أن أمتنا الإسلامية تمر بأحلك أيامها، تلك الأمة التي انتابها الضعف بعد أن كانت قوية فتية، واعتراها الجهل بعد أن كانت بالعلم عالية أبية، وأهلكها المرض بعد أن كانت صحيحة عفية. هذه الأمة وهذا الحال الذي وصلت إليه يدعونا إلى التساؤل، أهذه هي الأمة التي قال عنها الله عز وجل أنها خير أمة أخرجت للناس؟ أهذه الأمة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى أنه أخرجها من الظلمات إلى النور؟ أهذه الأمة التي وصفها الله عز وجل بأنها كانت ميتة فأحياها؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هل هي الآن سوية على صراط مستقيم؟ أم أن الأمة اليوم مكبة على وجهها؟ الأمة اليوم هي في الظلمات وليست في النور. لماذا أيها الإخوة؟ لابد أن نتساءل. إن المتصفح لكتاب الله عز وجل يضع يده على الداء، يضع يده على الداء ويعرف الدواء. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنما نعيشه اليوم هو الضنك بعينه، لأننا تنكبنا كتاب الله وراء ظهورنا ولم نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصابنا ما أصابنا. الداء هو الابتعاد عن منهج الله وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدواء هو التوبة والإنابة إلى الله وتطبيق شرع الله عز وجل. ولكن السؤال المهم: إذا كنا نعرف الداء وكلنا عرفه، ونعرف الدواء وكلنا يعرفه، فما الذي يمنعنا من أن نأخذ الدواء لتبرأ أمتنا من هذا الداء؟ هذا ما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل. وانتزع الله المهابة من قلوب أعدائكم وقذف الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الإخوة، هذا هو السبب الحقيقي الذي يجعلنا لا نأخذ الدواء وهو بين أيدينا، ويجعلنا نشرف على الموت ولا نأخذ الدواء، هو حب الدنيا وكراهية الموت. ومن أين أتى ذلك؟ أتى ذلك أيها الإخوة لتركنا فريضة فرضها الله عز وجل علينا، ولكننا تجاهلناها فتركنا أعز بقاع الأرض بعد بيت الله ومسجد رسول الله محتلة بين أيدي اليهود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، أي تعاملوا بالربا، وتبعوا أذناب البقر،
أي انشغلوا بدنياهم وتركوا الجهاد في سبيل الله. ماذا يحدث يا رسول الله؟ ماذا يحدث إن فعلنا ذلك وقد فعلنا؟ ماذا يحدث؟ أدخل الله عليهم ذلاً لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. بالله عليكم، ليسأل كل منا نفسه، ألا تعيش الأمة اليوم في ذل؟ ألا تعيش في مهانة؟ نرى بنات المسلمين ونساء المسلمين تنتهك أعراضهن ويوضعن في السجون عند من جعل منهم الله القردة والخنازير. بنات في السجون عند اليهود ونحن نأكل ونشرب ونلعب. بالله عليكم، أليس هذا هو الذل؟ بيت المقدس أيها الإخوة، بيت المقدس أيها الإخوة، كثير منا لا يعرف أن الله عز وجل ذكره في كتابه العزيز، ليس في سورة الإسراء فقط، ولكن في العديد من المواضع. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أتعلمون أين تلك القرية؟ إنها بيت المقدس. أتعلمون أين ذلك الباب؟ إنه باب المسجد الأقصى. بمجرد جعل الله عز وجل للمسجد الأقصى مزية لم يجعلها لغيره من المساجد. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، بمجرد أن تصلي ركعتين في المسجد الأقصى وتطلب من الله عز وجل أن يحط عنك ذنوبك يغفر لك كل ذنوبك. الله عز وجل يقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أتعلمون أين تلك الربوة؟ إنها بيت المقدس. ويحكي ربنا سبحانه عن سيدنا إبراهيم فيقول ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أتعلمون أين تلك الأرض التي أمر الله عز وجل إبراهيم بأن يهاجر إليها بعد أن أنجاه من النار؟ إنها بيت المقدس. نعم، بيت المقدس أيها المسلم جزء من عقيدتك. بيت المقدس أيها المسلم، لو أن الفلسطينيين باعوه وتنازلوا عنه لليهود، والله ليسألن الله كل المسلمين ماذا فعلتم لتحرير بيت المقدس. ستقول له يوم القيامة لقد باعه الفلسطينيون. سيرد عليك ربنا بأن بيت المقدس أرض إسلامية وليست أرض فلسطينية. يسأل عنها كل مسلم ماذا فعلت لتحرير بيت المقدس. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل عن بيت المقدس. تقول له ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ائتوه فصلوا فيه فإن لم تؤتوه
وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. بالله عليكم، ماذا يفعل الزيت للمسجد؟ ولكنها إشارة من النبي العظيم لكل مسلم لا يستطيع أن يذهب إلى بيت المقدس لينفذ أمر النبي ويصلي فيه، إشارة بأن تجعل بينك وبين المسجد الأقصى جسر تواصل، إما بمدد من مال، وإما بمدد من دعاء، وإما بمدد من أي وسيلة أخرى. المهم أن يكون هناك جسر تواصل بينك وبين المسجد الأقصى حتى يتم تحريره ويتمكن كل مسلم من أن يصلي فيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى نهاية مصر النبي وبداية معراجه، والله عز وجل أراد ذلك لحكمة، فقد كان من الممكن أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، ولكن الله نقله من مكة إلى بيت المقدس ليعرج به من هناك ليصلي بالرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. إن صلاة النبي بالرسل والأنبياء تشير إلى أن هذا الدين هو الدين الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وأنه إمام الأنبياء، وأنه أفضل الأنبياء، وأن رسالة الإسلام قد ورثت ما مضى من خيرات الرسالات السابقة، فلم يعد لأهل أي دين سابق أن يدعوا أن لهم حقا في فلسطين أو أن لهم حقا في بيت المقدس، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعني ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عظم بيت المقدس والمسجد الأقصى، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عظم بيت المقدس والمسجد الأقصى، فهل يجوز لأي مسلم في أي بقعة في الأرض مهما بعدت عن بيت المقدس أن يهين ما عظم الله، أن يترك ما عظم الله محتلا بأيدي اليهود والصهاينة؟ لا والله، إن إسلامنا لا يرضى منا ذلك أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه المكانة العظيمة للمسجد الأقصى أيها الإخوة ولبيت المقدس دفعت بأناس مؤمنين أن يضحوا بأرواحهم وأموالهم، وأن يضحوا بكل غال ونفيس لتحرير المسجد الأقصى. ونحن نرى في هذه الأيام الشباب والفتيات والنساء والرجال والشيوخ الذين يقابلون العدو الصهيوني بصدور عارية وجها لوجه ويطعنونه بالسكين، وهم يعلمون علم اليقين أنهم إما شهداء وإما معتقلين، ويعلمون علم اليقين أنهم بعد تنفيذه لهذا العمل أن بيتهم سيهدم. وهذا حدث أمامنا وشاهدناه على شاشات التلفاز، ومع ذلك يقدمون على الجهاد في سبيل الله من أجل تحرير تلك البقعة المطهرة المباركة، يقدمون على ذلك وهم يعلمون ما سيصيبهم. أتعلمون لماذا؟ لقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، أي من حصار وشدة. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. لا شك أن كل منا الآن يسأل نفسه: كيف أستطيع أن أساعد أهل بيت المقدس؟ كيف أستطيع أن أجاهد لتحرير بيت المقدس وأنا بعيد عنه ولا أملك ما أفعل له؟ أقول لك: لا يا أخي، والله إنك تملك الكثير، إنك تملك سهام القدر. استعن على اليهود بسهام القدر وبدعاء السحر وبأشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. تملك سلاح الدعاء أخي المؤمن، الدعاء أخي المؤمن. قم في الليل وصلي ركعتين وارفع يديك لله عز وجل باكيا متضرعا ناجي الله، قل له: اغفر لي يا رب، سامحني يا رب، لم أستطع أن أقدم شيئا لبيت المقدس يا رب، تلك البقعة المباركة، لم أستطع أن أقدم شيئا يا رب للنساء التي تخرج لتطعن اليهود فتقتل أو تعتقل، تترك أبناءها وراءها وتترك زوجها. والجهاد ليس فرضا عليها وإنما على الرجل، وإنما انشغلنا نحن للأسف، انشغلنا نحن بأمور أخرى، والنساء انشغلت بما هو ليس فرضا عليها. استغفر الله عز وجل في السحر واطلب منه العفو والمغفرة، وادعوا لإخوانك في فلسطين، ادعوا الله لهم، قل: اللهم انصرهم، اللهم حرر أسراهم، اللهم فك أسر البيت المبارك المسجد الأقصى من أيدي اليهود. الله عز وجل يستجيب لك أخي المؤمن. تخيل لو أن المسلمين في كافة بقاع الأرض ينشغلون بالدعاء فقط لبيت المقدس، ألا يوجد منا من يستجيب الله له؟ لا شك أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. أيضا أخي المسلم، تستطيع أن تنصر إخوانك في بيت المقدس بنشر الوعي بقضيتهم في أسرتك،
إن كثيرا من النساء في البيوت لا يعلمون أن بيت المقدس جزء من عقيدة المسلم، جزء من دينه، لابد أن يعمل على تحريره ولو بالقليل. فهم أبناءك هذا الكلام، فهم زوجتك هذا الكلام، ليكبروا وهم عالمون وفاهمون بأهمية هذه القضية في عملك أخي المسلم. تحدث مع زملائك عن قضية فلسطين، كذلك من هو مسؤول في مكان مسؤوليته ليعمل على نصرة قضية فلسطين. من آتاه الله عز وجل مالا ليساعد أهل فلسطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فابعثوا له بزيت يسرج في قناديله. نعم أخي المؤمن، والله لن يعدم أحدنا حيلة لنصرة المسجد الأقصى، ولكن للأسف الشديد إخواننا في فلسطين بدلا من أن يجدوا الدعم من إخوانهم وجدوا التخلي عنهم، حتى أننا لم نعد نسمع من حكام المسلمين لا شجبا ولا إدانة ولا استنكارا، بل للأسف وجدنا منهم حصارا لأهل غزة، وجدنا منهم حصارا لأهل غزة، وجدنا منهم تعاونا مع اليهود بالتنسيق الأمني لتبادل المعلومات عن المجاهدين والمقاومين. فهل هؤلاء بالله عليكم بقي لهم من إسلامهم شيء؟ من يساعد اليهود ضد المجاهدين الذين يجاهدون لتحرير بيت المقدس، هل بقي لهم من إسلامهم شيء؟ ألم يسمعوا قول الله عز وجل؟ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ اتخذوا أيمانهم جنة. نعم، إذا تكلمت مع أحدهم وقلت له لماذا تفعل هذا، لماذا تحاصر أهل غزة، لماذا تعتقل المجاهدين داخل فلسطين، يقول لك أنا مؤمن أكثر منك، أنا أعلم أكثر منك. ولكن الله عز وجل يكشفهم في هذه الآية، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية وستار، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. نعم، لهم عذاب مهين. هؤلاء الناس ليراجعوا أنفسهم، ليراجعوا مواقفهم من بيت المقدس ومن المسجد الأقصى ومن قضية فلسطين. والله أيها الإخوة الأحباء، إن إخواننا في فلسطين هم الجبهة الأمامية للأمة الإسلامية في وجه اليهود. أتعلمون ماذا قال ذلك الصهيوني المدعو موشي ديان؟ ماذا قال عندما دخل المسجد الأقصى عام 1967؟ قال: ها نحن قد دخلنا أورشليم وسندخل يثرب وخيبر لنسترد أموالنا من هناك. أتدرون ماذا قالت جولدا مائير عندما زارت طابة القريبة من السعودية؟ قالت: إني أشم ريح يثرب. هل تعتقدون أن اليهود يرضون بفلسطين فقط؟ إن اليهود يطمعون لإقامة دولتهم الكبرى، وإن بقينا على صمتنا وخذلاننا لإخواننا فأخشى أن يحققوا ما يريدون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل للدين. اللهم ارزقنا العمل للدين، اللهم ارزقنا العمل لنصرة الدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنك يا ربنا تعلم ما في قلوبنا، وتعلم حبنا لدينك، وتعلم أننا نريد أن ننصرك يا ربنا، وتعلم أننا نريد أن نحرر بيت المقدس والمسجد الأقصى.
فاللهم يا عزيز يا حكيم أعنا على ذلك وهيئ لنا السبل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تولي أمورنا خيارنا وألا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن توحد كلمتنا. اللهم وحد على الحق كلمتنا. اللهم وحد على الحق كلمتنا واصرف عنا الفرقة يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين أجمعين الفتن. اللهم قنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم أعد لأمتنا مجدها وأعد بين المؤمنين روح الأخوة والتسامح والحب والإخاء يا رب العالمين. يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.